يوفي يوفي، هكذا عشاق اليوفي يستقبلون لاعبيهم في مناسبة هذه المباراة وهذه الخرجة الكبيرة في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لهذا الموسم. يوفنتوس نابولي، أليغري أنشيلوتي، رونالدو أمام كوليبالي، رونالدو ضد أيضا زملاء البارحة أنشيلوتي كايخون وألبيول، الأول ضد الثاني، الشمال الثري كذلك ضد الجنوب الفقير، بين الأفضل والأفضل في الدوري الإيطالي، بين البطل والملاحق في السنوات القليلة الماضية، بين الأفضل حاليا بسبع انتصارات متتالية وأفضل ثاني بست انتصارات من أصل سبعة. إنها ببساطة المواجهة بين يوفنتوس وتورينو، بين هذين الرجلين أنشيلوتي وماسيميليانو أليغري في قيادة فريق يوفنتوس. خطيرة لنابولي، جيلينسكي، يا كيلينسيني مع همشيك، لعبة ممتازة، جيلينسكي، اوبا با 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 عند الكرة، انسيني مازال، وسهلة لتشيسني هذه الكرة، كرة انسيني، المبادرة نابوليتانية في بداية هذه المباراة من زيلينسكي ومن كذلك لورنزي. خطيرة على خريطة، اورانو بابا، خطيرة، بابا 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 با جول، اكسترا اورديناري جول، اكسترا اورديناري جوكادور انت يا ميرتنس، يا لها من لعبة من اروع ما يكون، يا لها من لعبة ثلاثية على الطريقة النابوليتانية. من هنالك البيور، رونالدو، بابا بابا، الفروسات هايلة، الكرة لكليني، كوليبالي، ديبالا، وكوليبالي، ديبالا، مازال ديبالا، مر ديبالا، ولا لا، وين اشياء اخرى ترهق وتتعب، كرة بعيدة لمونجوكي، وخروج رائع، الكرة وصلت لديبالا، يلعب لميرالين بيونيتش، والكرة لم تمر، زيلينسكي، الكرة تروح مباشرة لإمريشان، في خطأ، نعم الحكم خلى اللعب وبعدين رجع وصفر خطأ لعناصر يوفنتوس، والبطاقة الصفراء الأولى لماريو روي البرتغالي. رونالدو ايساي في المراوغة، رونالدو، بابا بابا جول، هذه كذلك لعبة اكسترا اورديناري يا رونالدو، حطوا في الارض، وزع كرة من اروع ما يكون في اتجاه مانجوكيتش، جول من اول كرة، اول فرصة، سجل اليوفي هدف التعديل في الدقيقة 26 من مانجوكيتش، يا له من جول، ويا لها من لعبة، يا لها من مراوغة من رونالدو. التلقى من ذلك، رونالدو راح، رونالدو دخل، رونالدو مازال، اي اي اي، وخطأ يرتكبه ألان من أمام كريستيانو رونالدو على خط ال 18 لصالح يوفنتوس تورينو، عندما يسجل وعندما يثور رونالدو وكذلك يوفنتوس تورينو، نابولي يتألم، نابولي يسجل رابع اهدافه على نابولي، ما زال يمر كانسيلو، وخطيره اوسبينا، يحطها لايساي، ايساي، ايساي، ارضيه، ماذا تفعل يا ايساي؟ الكره منذ قبل ما يسجل يوفنتوس هدف التعديل، هنا خطا يرتكبه زيلينسكي من امام باولو ديبالا، اللعب لم يتوقف سوى لبضعه ثواني، اليوفي رجع في المباراه مسيطر وضعيف، جاء رونالدو، انطلاقه سريعه ليوفنتوس، رونالدو، اوي اوي اوي، وفي خطا وبطاقه صفراء لكاليدو كوليبالي، خطا وبطاقه صفراء لكاليدو كوليبالي من امام كريستيانو رونالدو، جان امري، جان يرجع لكانسيلو، خطيره، وعرضيه، عرضيه، ديبالا، والكره بعيده، امري جان وباولو ديبالا، والكره في المدرجات، راحت الدقيقتان الاخيره، ولا البيول، والحكم بانتي صفر، نهاية شوط مثير ورائع بين اليوفي ونابولي، هدف لهدف، ميرتينز من جانب نابولي ومانجوكيتش من جانب اليوفي. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني مشاهدي المحترمين بعد حين. بسم الله مجددا مشاهدي الأفاضل، أهلا وسهلا إلى مباراة الكبار بين يوفنتوس ونابولي، كارلو أنشيلوتي وماسيميليانو أليغري، شوط أول رائع جدا.
جدا خاصة من اليوفي. شوط أول اكتفى فيه فريق نابولي بلاعبي 10 دقائق فقط تمكن فيها من تسجيل هدف السبق بروعة من إمضاء ميرتينز. بعدها عادت السيطرة لأشبال ماسيميليانو أليجري الذين عدلوا نمد على هجمات المعاكسة. 4 مدافعين أمام إنسيني والتغطية من رونالدو. رونالدو رونالدو بابا 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 با با جول رونالدو ومانجوكيتشو جول. اسرقها رونالدو، اختفى رونالدو، راوغ رونالدو بإصرار كبير، سدد رونالدو القائم، رد مانجوكيتش دخلها جول في الدقيقة 4 من انطلاقة الشوط الثاني. مانجوكيتش 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 ليزيلينسكي من هنالك على الجهة اليسرى، ماريو روي أرضية وسيبالي، مازال كوليبالي 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 سلو خلفه وسط زيلينسكي. زيلينسكي والتوزيع كيلي خطيرة لورونزو إنسينيا، بابا خطيرة، كرة توصل لزيلينسكي، راحت لماريو روي، الحكم قال البطاقة الحمراء. تعقدت أمور نابولي الآن بعد طرد ماريو روي في هذه الكرة. وصلت الكرة حول مر اللاعب السابق لنادي ليل، وفي خطأ إجلي أليساندرو البيول يغطس كوليبالي، يصعد من هنالك حول مر والحكم يصفر له خطأ. خطأ وبطاقة صفراء. تذكرة صعبة لميليك، كرة خطيرة، وبابا كايا خانو جسني ينقذ برناردسكي. بينية مع مانجوكيتش، الكرة تخنى برناردسكي، جول بونوتشي يسجل الثالث ويقتل المباراة. بونوتشي يمنح التفوق لليوفي في القائمة الثانية. خرج خلف الجميع ليوناردو. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.